السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم برنامج جميل جدا لعمل تأثيرات على الفيديو والمقاطع اللي عندك. طبعا هذا البرنامج خاص في الايفون، اذا موجود في الاجهزة الاخرى الله اعلم. هذا البرنامج اسمه 90S زي ما انتم شايفين هنا، برنامج مجاني في الابل ستور. بس قبل لا ابدأ بالشرح اتمنى منكم دعمي بالقناة والضغط على الاشتراك. انا ابغى اغير واعمل تأثيرات على هذا الفيديو، الحين نشوف مع بعض. نفتح البرنامج بعد ما تنزله، نفتح البرنامج يطلع لك بالشكل هذا. نضغط على علامة زايد من هنا ويطلع لك خيارين، الخيار الأول التصوير من كاميرا الجوال، والخيار الثاني اختيار مقطع من الاستوديو. نضغط الخيار الثاني وتطلع لك المقاطع، مقاطع الفيديو اللي عندك. أنا زي ما قلت لكم أبغى أختار هذا المقطع، يطلع لك بالشكل هذا. تقدر تقص من الفيديو بداية الفيديو أو نهاية الفيديو على راحتك. بعد ما تختار المقاسات نضغط على صح من هنا. أنا حاول أختصر عليكم قدر الاستطاعة. طبعا هنا يطلع لك خيارين، هنا اختيار استكرات وهنا اختيار التأثيرات. احنا أهم ما علينا التأثيرات. نضغط على هذا الخيار من هنا وتطلع لك مجموعة خيارات. نرجع المقطع من البداية كذا، نسحبه باليد كذا، وزي ما انتم شايفين تطلع لك بالصور الصغيرة هنا التأثيرات ونوع التأثير زي ما انتم شايفين. مثلا أبغى أختار التأثير الأول، أضغط ضغطة مطولة بصبعي كذا ويمشي الأداة زي ما انتم شايفين، يمشي الشريط باللون الأحمر. خلاص أنا وقفت هنا، اكتفيت بالشيء هذا. أختار التأثير الثاني يطلع باللون اللي بعده الأصفر، التأثير الثالث كذلك يطلع باللون الأخضر. طيب أنا بتراجع عن التأثير الأخير، أضغط على السهم هذا من هنا يرجعني خطوة. طيب أبغى أعيد التأثير نفسه، السهم اليمين تقدم خطوة. بعد ما نكتفي من التأثيرات أو نختار التأثيرات اللي نبيها، نضغط على صح من هنا ونبي نختار استيكر مثلا، تأثير بسيط. طبعا نضغط على هذا الخيار من هنا ونضغط على هذا الخيار من هنا وتطلع لي مجموعة استيكرات كمثال الاستيكر هذا، يطلع لك بالشكل هذا. تقدر تكبر استيكر وتصغره بأصابعك، يعني تكبر وتصغر كذا. طيب أنا اخترت استيكر اللي أبيه وحددت مكانه مثلا، أضغط من هنا على ستارت من هنا، وبعد كذا أضغط ضغطة مطولة زي ما أنتم شايفين. خلاص بعد كذا أضغط على علامة صح من هنا وبرضو أضغط على علامة صح من هنا ويطلع لك إعلانات. انتظر لما ينتهي الإعلان واضغط على X من هنا. خلاص تم التحميل، يعني المقطع بسيط جدا، يعني أنا اخترت لكم عشان اختصر عليكم الوقت. خلاص تم التحميل وتم بداية التأثير ونهاية التأثير وكل شيء. نشوف الاستديو مع بعض. خلاص تم حفظه بالاستديو طبعا زي ما انتم شايفين، هذا المقطع الاخير اللي انا سويته. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمه. اشكركم على المتابعه وفي امان الله.